وقلبه يدق، ولو شافه أو سمع اسمه تدق المزامير والكاسات في دماغه. اسمها ايه يا رحيم؟ اسمها ايه؟ اقعد يا ولد. حلوة يا رحيم؟ سبحان الخلاق فيما خلق. احلى صبية في الكون، عارفة ما شايفش غيرها. يلا احكي لي، اخواتك كلهم حكولي اول قلبهم ما يدق يجوني جرش، ابص في وشهم اقول لهم قلبك دق. المنشاوي حكالي كيف تقابل مع ماجده وكيف كانت شايله عالي وعامله بنت الباشي، ودلوقت بقت كيف الخاتم في صباعه. وزين جاني عرقان ونفسه مكروش وحكالي كيف تقابل مع سلوى في المكتبه اللي بيكتبوا فيها، ولقاها بتحبه ودايبه في دباتيبه وقبل ما يعرفها كانت تعرفه. شاهين طبعا انت عارف ضربت عربيته بعربيتها، كسرت له العجلات، نزلت عشان تسترديه، شافه ساب لها العجلات وساب لها العربية وساب لها روح العمر بحاله. حتى نفيسة حكت لي شفت مسطر جوا عينيها ومكتوب على جبينها إنما يحيى ما جاش، قلبه لسه ما دقش، لكن حيجي دوره جاي. قاعدة مستنية الصغير يجي عشان يحكي لك، لقيت الكبير اللي عياله على وش الجواز هو اللي جاي. ما انت ما حكيتش يا ولدي، انت دونا عن اخواتك ما حكيتش، حتى فاطمة لقيته بيتنطط في عينيها وهي بترقب عثمان وهو رايح وجاي شايل السرة ومتر الحديد. انما انت قلت لك عمتك عندها بنت في الصعيد، في العيد سافرنا، زين يا رحيم زين يا ماي، المأذون كتب ودقت المزيكا من غير قلبك ما يدق يا ولد. الدنيا هي اللي كان بتدق فوق دماغنا ليل نهار ما شايفينش غير لقمة العيش، وحوشت السنين دي كلها وجاي دلوقتي تفرطه قدام امك. ها اسمها ايه؟ احكي يا ولدي، من حقي اسمع ولدي الكبير بيحكي. اسمها ايه؟ حسنات. ها حسنات. والله وحتخش الخيم صح يا رحيم. دخلتها يا أم أول ما بصيت في عينيه، دخلتها ومن غير حساب. أبوي وطل من عينيك يا رحيم. فين حسنات دي؟ فين كيف؟ يعني عايشة فين؟ بنت مين؟ مين هي؟ حسنات يا أم حسنات اللي كانت بتغني فرح نفيسة. أنت فاكرهاش؟ أبوي فكرهاش كيف؟ مين ينسى حسنات المغنواتية ولا يتوه عني؟ حلوة مش كده؟ حلوة لكل الخالق. يعني ايه؟ يعني داير تقطع في روحك وشايل الهم فوق دماغك ليه؟ كل ده ملوش عازة. يوم ما يفيد بيك هتلاقيها في أي صوان وحواليها بدل الراجل قال. أنا قلت لك ما قولش، أنت اللي قلت تقول. كنت فاكر إنك هتقول شيء عدل يا ولدي، لا كل الناس مشاركات فيها بطلة العين. خلاص خلاص ملوش عازك كلامتي. خيبت ظني، كنت فاكرة قلبك رايد واحدة من توبة. ما خدنا اللي من توبنا اهو، ادي اخرتها. شم الريحة دي حلوة مش كده؟ اللهم خذيك الشيطان. مين الشيطان؟ أنا؟ لا الشيطان هو اللي وسوس لأمي نحاوة طلعت أبونا آدم من الجنة، وأنا بقى هدخلك الجنة ومش هخرجك منها أبدا. يلا سوق، هتوديني على فين؟ والله ما أنا عارف هنروح على فين.
منزلني ومستنيني المدة دي كلها ومش عارف هنروح على فين. انت عاوز الحج؟ لا تعال هنا، عايز ابص في عينك وانت مكسوف تبص لي كده. خلينا في الحج. ماشي خلينا في الحج، انما قولي بقى ايه هو الحج؟ الحج يا حسنات، انا عاوز اخدك من ايدك واطلع بيك دلوك على المأذون. عرفت دلوك يا حسنات؟ انا نفسي في ايه؟ تتجوزني على سنة الله ورسوله. انا عاوز ارتاح بالحلال يا حسنات، انا ما اعرفش عمر غير الحلال، ولا عمري مديت يدي غير على الحلال. ولا من ايدك دي لايدك دي، وادفع اللي باقي من عمري عشان اريحك. بس قولي ترتاح ازاي ونريحك على طول. انا عارف ارتاح كيف واريحك كيف، بس انا مش واحد يا حسنات. اول مره في حياتي اتمنى اني ما كنتش الكبير. الكبير ما يصغرش نفسه، لازم يفضل طول عمره كبير. خايف من اهلك؟ مش هيسامحوني يا حسنات، هيقولوا عقله طق. ما تخسرش اهلك يا رحيم. انا ما اقدرش اخسرهم، هاخدهم من الهوا ده عشان هم كمان ما يخسرونيش. تحب افسحك فين؟ لا بقى، العزومة عليا انا النهارده. تحب نروح السيما ولا نروح مسرح؟ لا خلينا في السيما، اقل ما نرجعش واخر قوي. انا اقولك خلينا في السيما. خير، اللهم اجعله خير. تمدي ميعاد لحد؟ لا. طب انا الدكتور اللي حي ده بواجي. خش انت. مساء الخير يا دكتور. اهلا ابو وجيه، اتفضل. ايه خير؟ كل خير ان شاء الله. ايه ابوك جرى له حاجه؟ لا ما حد ابن ما فيش حاجه، ما تتخضش. انا عارف ان انا جاي في وقت متاخر ومن غير تلفون، معلش انا كنت عايز اقعد معاك شويه. اهلا بيك، اتفضل. تعمل لنا قهوه يا دكتوره. اهلا يا ابو وجيه، اتفضل. اقفل الباب، اقفل الباب يا دكتور، عاوز اتكلم معاك من ليك وحدينا. في ايه يا ابو وجيه؟ ما انت عارف ان مفيش حد غريب، مفيش الا دكتور. الدكتوره ما هياش اختي، انت اللي اخويا من لحم ودمي، عشان كده انا جاي. في ايه يا ابو وجيه؟ ريحني. ما انت لسه ما قفلتش الباب. حاضر، قول لي بقى في ايه؟ حد من اخواتك زعلك؟ طب اقعد اقعد واسمعني زين. حاضر، قول لي بقى عاوز تقول ايه؟ لو قلت لك عاوز اتجوز هتقول ايه؟